من أوائل الكلمات التي سمعها العراقيون بعد سقوط نظام صدام حسين كانت كلمة الرئيس الأمريكي جورج بوش، قال إن مستقبل العراق يبشر بحياة من الكرامة والحرية. ستمضي سنوات وسيسمع الناس في العراق أصوات المفخخات والرصاص والحرب الأهلية ومشاهد الدم المسفوح في كل زقاق. ستتردد أسئلة الناس في فضاء العراق: ما هي ملامح المشروع الأمريكي؟ وهل تحققت الديمقراطية والحرية بعد نظام استبدادي مغلق؟ نحو عقدين كان الزمن العراقي يدور على نفسه عبر تضخم سلطة الهوية الفرعية على حساب الدولة ومفهوم المؤسسة، لينتج هذا الواقع ما سمي باحتجاجات تشرين في خريف 2019 كان شعارها نريد وطنا، وهو ما فسره باحثون بأنه صرخة لطلب الدولة الغائبة. تشرين اسم سيكون جزءا من المعجم السياسي وفاعلا في المعادلة التي كانت مقتصرة على ممثلي الطوائف، لكنه لا يخلو أيضا من المأساة كجزء من أي عهد يمر على العراق. مئات القتلى وألاف الجرحى وعشرات المختطفين والمغيبين، إنها حكايات الدم التي قذفت اسم تشرين إلى مقدمة الأحداث السياسية، وقدمت رواية مختلفة عن التبشير الأمريكي بنهاية الاستبداد وبداية الديمقراطية، حيث شوهدت أجساد الشباب والمراهقين على أسفلت الشوارع وهم يسقطون واحدا تلو آخر في رصاصة قناص أو كاتم يحمله ما تسميه السلطات بالمجهول. ولم يكن سقوط الضحايا في ساحات الاحتجاج فقط، إنما كان عبر الاغتيالات في الشوارع والأزقة أمام أبواب منازلهم وبين أصدقائهم، بينهم نساء وفتيات. وهو فصل عبر عن حاجة الشعار الذي رفعه المتظاهرون أثناء الإعدامات الميدانية: نريد وطنا، بمعنى نريد دولة لا تتحرك فيها جماعات بحريتها وتقتل من تشاء دون اعتراض أو حساب. لكن الشعار نريد وطنا غاب في غمرة النزيف الذي لم ينقطع أثناء الاحتجاجات، وبدل تحقيقه حتى النهاية صار المحتجون يطالبون بالكشف عن القاتل ومحاسبته. وفي استذكار النشطاء والناس لتشرين، لازالت الأسئلة غير مكتملة على النتائج والسلوك السياسي للحركات الناشئة، إنما على دم سال وأرواح أزهقت. من أمر؟ ومن قتل؟ ومن نفذ؟ إنها الأسئلة التي تبحث عن جواب لإنهاء سياق الإفلات من العقاب كخطوة رئيسية لإصلاح أكثر تعقيدات النظام السياسي في العراق: الفساد المحمي والدم الذي لا يحترم.